استاذ عمرو محي ناقد الرياضي باخبار الرياضه بينورنا وشرفنا. استاذ عمرو اهلا بيك. اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. اخبارك ايه؟ الحمد لله نورت. الحمد لله ربنا يخليك نورك. هنتكلم عن الاهلي خلال الفتره الحاليه من الفريق الاول بالتحديد، وخصوصا بعد مباراه الجونه بعد فتره توقف طويله، ورايك في المباراه والاداء والنتيجه. تمام. بعد كده نخش بقى في النجم. تمام. نقدر نقول ان النادي الاهلي حاليا هو يعتبر الفريق المصري الوحيد على مستوى الانديه اللي بيقدم كره ممتعه، بعيدا عن المشاكل وبعيدا عن الحمد لله ما فيش اصابات، ما فيش مشاكل فنيه، ما فيش في بعض الاصابات، ما فيش يعني في طبعا يعني، بس بالمقارنه بالسنه اللي فاتت نقدر نقول ان الحمد لله الدنيا اظبط بكتير، مظبوطه بكتير. الاهلي رجع بعد فتره التوقف الدولي اللي هو كانت حوالي 3 اسابيع 4 اسابيع، رجع قدم اداء اكتر من كده، 5 اسابيع كانت بطوله افريقيا، حوالي 50 يوم 50 يوم يعني مش متذكر بالظبط. قدم اداء قوي، ما تاثرش في فتره التوقف، بالعكس تحس ان هم كان عملوا فتره اعداد جيده، فتره السفر للامارات كانت مفيده ليهم، رجعوا في حاله انسجام. اللعيبه الدوليه رجعت تخطت المرحله اللي هي النتائج السيئه اللي حصلت مع المنتخب الاول، حققوا فوز كبير على نادي الجونه اللي يعتبر من الانديه اللي دايما بتقدم مستوى جيد في بطوله الدوري. اي نعم في الفتره الاخيره عندهم اهتزاز في النتائج، بس دايما مباراه الاهلي والجونه بيكون فيها نديه، بس الاهلي المره دي عرف يسيطر على المباراه، كانت من طرف واحد. اتفاجئت لما شفت الاهلي بيلعب بنفس الاداء اللي ختم به البطوله قبل ما يتم ايقاف البطوله بسبب التوقف الدولي، ولا كنت متوقع الاهلي يظهر بالاداء الجيد اللي كان عليه يعني؟ الاهلي مع فايلر من على خلال الست مباريات اللي قبل الجونه كان ماشي بريتم ثابت حلو، المبادره الهجوميه، ما بيديش فرصه للمنافس ان هو يضغط عليه، فبالتالي الاهلي بقى ممتع هجوميا، فانا ما كنت متوقع ان الاهلي هيوصل السياسه دي. الاهلي استغل كل الظروف الايجابيه اللي كانت موجوده في المباراه، ان اللعيبه اللي نزلت بالتشكيله الاساسيه كانت في قمه مستواها، كانت في حاله التجانس، كان في توفيق قدام المرمى، كان في اهدار للفرص، بس احنا كان النادي الاهلي بيشكل هجمات كتير على مرمى الجونه، عرف يسجل اهداف، فالمباراه بالنسبه له كانت سهله، فهي ما تعتبرش مفاجاه، يعني النادي الاهلي يعتبر هو الطبيعي ان هو يكسب، انما المفاجاه ان هو يبقى الدنيا تتعقد معاه. اوكي، انا بتكلم هو طبيعي الاهلي يكسب ما شاء الله يعني، لكن انا بتكلم في خصوص الاداء بالتحديد يعني. البعض كان بيتوقع ان بعد التوقف هيبقى الاداء مش قوي زي ما ختم بيه النادي الاهلي. هي دي الجزئيه اللي بتكلم فيها. بفهمك فاهمك. لا، الاهلي هو واضح من ان المدرب فاير عارف يحط الاساسيات بتاعته، عارف عارف يفهم اللعيبه ويحفظ اللعيبه، يوصل فكره يعني، طريقه لعبه، وهو علاقته كويسه باللعيبه، فبالتالي بعد ما رجعوا اللعيبه اللي هو سواء كانوا معاه في فتره التوقف الدولي او اللعيبه الدوليه اللي انضمت ليه، عرفوا يدخلوا سريعا تاني مع جو النادي الاهلي، يدخلوا تاني سريعا مع جو بطوله الدوري، فكان التاقلم سريع. ممكن للناس الغريبه عن النادي الاهلي او اللي مش متابعه النادي الاهلي تتفاجئ، انما هو اللي عارف النادي الاهلي وعارف شخصيه النادي الاهلي ان هو شخصيه البطل، وان الظروف الايجابيه اللي ما يعيش فيها النادي الاهلي حاليا بتخليه الطبيعي ان هو يقدم اداء قوي حتى لو كان في فتره توقف طويله. ابرز نجوم المباراه من وجهه نظرك؟ وليد سليمان يعني. وليد سليمان دايما بيعتبر هو الايقونه الجميله من اخر فرقه للاهلي حققت بطوله افريقيا. تالقه وتسجيله لثلاث اهداف يعني شيء اسعد النادي الاهلي يعني. بالتاكيد لو وليد سليمان حافظ على المستوى دوت ودخوله للتشكيل الاساسي هيكون له دور كبير جدا في بطوله افريقيا. ما ننكرش وما ننساش طبعا ان هو كان ليه دور كبير في بطوله افريقيا اللي احنا وصلنا فيها المباراه النهائيه، كان هو يعتبر السوبر هيرو بتاع النادي طبعا. فلما وليد سليمان يستعيد مستواه وربنا يبعد عنه الاصابات ويدخل الفورمه، متهيألي هيكون ليه دور كبير قوي السنه دي برضو في بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. في المقابل احنا مقبلين على مباراه مهمه جدا في بطوله مختلفه، مباراه النجم الساحلي، بتشوف ازاي المباراه دي ومن وجهه نظرك كيف سيتعامل الاهلي في مواجهه النجم الساحلي؟ انا شايف ان مباراه النجم الساحلي دي تعتبر هي الاختبار الثاني الحقيقي لفايلر. الثاني ليه؟ الاختبار الاول كان ايه؟ كان نادي الزمالك. نادي الزمالك ماتش القمه كان يعتبر ثاني مباراه ليه، فقدر بس البعض ممكن يقول لك اصل ماتش الزمالك ما كانش اختبار حقيقي لفايلر يعني، بعض كان طلع فتره اتكلم في الاتجاه ده.
يعني على اي اساس يعني مباريات القمه دايما بيكون ليها حسابات صعبه طبعا. المدرب يعني نادي الزمالك نادي كبير، نادي كبير مهما طبعًا. كان في مشاكل، في اصابات، في عدم استقرار، في ماتش الاهلي والزمالك ليها حسابات تانية. ممكن يكون الفريق الأسوأ في الفتره اللي قبل مباراه القمه تلاقيه هو اللي كسب يعني، واحنا شفناها كتير يعني. المدير الفني اللي بيكون ماسك الاهلي او الزمالك فتره طويله بيجي قدام ماتش القمه بيبقى عامل حسابات كتيره ليها وحاطط كذا سيناريو، فما بالك لما المدرب يكون يا دوبك لعب ماتش واحد قبليه قدام فريق افريقي يعني مش من الفرق الاولى ولا من الفرق الثقيله، ودخل على طول تاني ماتش الزمالك وعمل بدايه قويه في المباراه، كان ممكن يخلي يخرج بنتيجه كبيره لولا ضربتين الجزاء اللي هي كانت باخطاء دفاعيه يعني غير متوقعه يعني. مباراه النجم، رغم ان النجم نقدر نقول ان هو بيعاني من اصابات ومن غيابات بسبب ايقاف من المباراه اللي فاتت، لكن ما نقدرش نقول ان مباراه النجم هتكون سهله يعني. لا طبعا النجم يعتبر هو المنافس الاساسي او المنافس الاشرس للاهلي في المجموعه يعني. مع احترامنا طبعا لنادي الهلال السوداني وشعبيته الكبيره، واحنا عارفين ان مباراه الاهلي والهلال دايما بتكون مباراه صعبه مش سهله الحسم، وطبعا الفريق الرابع اللي هو بلاتينيوم. لكن انت حظك او القرعه وقعتك ان انت بتواجه اقوى منافس ليك في اول مباراه وخارج ارضك، سواء كان بقى النجم بيلعب على ارضه في سوسه او بيلعب خارج ارضه في رادس، لكن هو في الاول والاخر بيلعب في تونس. صح. الازمات اللي بيعاني منها الفتره اللي فاتت انا شايف ان هي هتكون دافع ليه ان هو يكون يقدم صوره قويه وصوره احسن. الازمات هتكون دافع طبعا، اصلا دي بطوله مختلفه وده بدايه مشوار. يا اما تبتديها صح يا اما تواصل السقوط وتواصل التخبط. فهو طبعا مع جريده وبطوله مختلفه عن بطوله الدوري او بطوله البطوله العربيه اللي كانوا خرجوا منها من فتره، تمام، هم عايزين يظل ليهم تواجد قوي في الموسم دوت. هم ترتيبهم السادس في بطوله الدوري المحلي، لكن هم ليهم مباراتين مؤجلتين، لو لعبوها هيكون الفرق بينهم وبين الاول نقطه يعني. وضعهم مش سيء، النادي النجم يقدر يرجع في اي لحظه، بيلعب على ارضه طبعا. ما ننساش ان المباراه الاخيره اللي احنا مع النجم كانت مباراه في برج العرب، خلصت 6-2. فطبعا المباراه دي طبعا هيكون في شحن جماهيري وشحن معنوي للاعيب، ان احنا عايزين نصحح الصوره اللي حصلت في المباراه ديت. احنا اخر مره رحنا لعبنا فيها النجم كنا خسرنا 2-1 مفسوس، كان هدف صالح جمعه ساعتها بالظبط. طبعا احنا مش عايزين ندخل بنغمه احنا لينا كعب عالي في رادس. كل مباراه ليها ظروفها، وكل ليها تاريخ فعلا في رادس يعني، ما حدش يقدر ينكره، لكن كل مباراه ليها ظروفها طبعا. بالظبط يعني. وبالعكس انا بالنسبه لي الكلام لما دايما ردده كتير بيبقى ليه نتيجه عكسيه علينا ونتيجه ايجابيه على اصحاب الارض، اللي هو يعني احنا كاننا بنستفز الفريق التونسي ونقول احنا هنكسبكم، كعبنا عالي عليكم في ارضكم. يعني احنا مفروضا نبقى اهدى من كده. انا عارف ان لعيبه الاهلي بعيدا عن الاجواء اللي هي المشاحنات الاعلاميه او المقالات الاعلاميه اللي بتتكتب في الخصوص دوت، لكن تونس بيقروا الكلام دوت فاكيد بيتشحنوا، واحنا مش عايزين نخلي المباراه صعبه خارج الملعب يعني. لا اكيد العلاقات دايما بتبقى مميزه في الحقيقه ما بين مصر وتونس. وحركه كانت حركه جميله ان هم كرموا طبعا رمضان صبحي قبل مباراه. هو على حسب الكلام اللي عرفناه اللي وصل من هناك ان هيبقى في تكريم النهارده على هامش المران يعني، في مقابل في تصريحات خرجت من بعض المسؤولين في النجم الساحلي قال لك لا يعني مش عارفين حقيقه الكلام ده، هيبان في خلال التمرين النهارده، لكن لو حصل طبعا هتبقى لفته ممتازه. لفته طيبه جدا طبعا، خصوصا ان دايما الاهلي والنجم او الاهلي والانديه التونسيه دايما تبقى علاقات ممتازه ما بينهم في الحقيقه. طيب بالتالي متوقع تشكيل النادي الاهلي ايه لمباراه بعد بكره ان شاء الله؟ متوقع طبعا الشناوي كحارس مرمى يعني. مركز حارس المرمى ما بيتغيرش، ما توقعش ان هو يكون في تغيير عن رباعي خط الدفاع اللي لعبه في ماتش هم اللي في ماتش الجون يعني. ممكن يمكن طبعا احمد فتحي ما لعبش المباراه اللي فاتت لاسباب فنيه، لكن هو ممكن يكون ليه دور كبير طبعا في ماتش النجم الساحلي. خبره لعيب تقيل، لعيب عنده خبره افريقيه تقيله، ممكن يلعب في ناحيه الباك يمين، او ممكن يلعب جنب عمرو السوليه في وسط الملعب. تتوقع ايه؟ هو بنسبه اكبر ممكن يلعب يعني، انا مش عارف فايلر كل مره طبعا بيفاجئ، محدش قادر يتوقع يعني. هو ممكن مره تلاقيه زي الماتش اللي فات لعب بالسوليه لوحده في المركز خط في وسط الارتكاز، ومره ممكن تلاقيه بيلعب ديانج، ممكن مره بيلعب
كان في حمدي فتحي. حمدي فتحي مع السوليه كان على طول. يعني كل ماتش بتلاقي مره يدخل الشيخ، مره يخرج الشيخ، مره بيلعب اجاي، مره يلعب مروان محسن. فهو هو ماشي بسياسه الروتيشن، لكن الروتيشن اللي هو ما بيهزش التشكيل وانسجام الفريق، بحيث ان انت لا قدر الله حصل اصابه انت عندك البديل جاهز ويقدر يلعب. فوجود احمد فتحي طبعا سواء بقى كباك عايزه موجود في المباراه كعنصر خبره يعني مهم. طبعا لعيب حماسي، لعيب بيعرف يمسك كوره، لعيب بيعرف يعمل انطلاقات هجوميه، بيعمل عرضيات. اعتقد ان هو طبعا الكرات العرضيه هيكون ليها دور كبير جدا في حاله طبعا لو احنا اعتمدنا على مروان محسن كهو راس حربه. فاعتقد ان وجوده سواء كخط وسط او كمدافع هيبقى دور مهم جدا يعني كدفاع يعني. طيب يبقى انت بترجح ايه برده في النهايه، يلعب باك رايت ولا يلعب خط نص مع السوليه؟ لا انا شايف ان هو يلعب باك رايت. باك رايت. باك رايت. طيب يبقى كده من وجهه نظرك فتحي مكان هادي. بالظبط. ومعلول موجود ورامي وايه وايمن اشرف. ايمن اشرف نص الملعب بقى. احنا قلنا هيبقى فيه السوليه وجنبه ديانج. ديانج. تمام. طبعا في بقى حسين الشحات وال ما شاء الله عليه. حسين الشحات حسين الشحات كان عليه ضغوط كبيره جدا اول ما جه النادي الاهلي. لعيب جاي الناس كانت مركزه على صفقه كبيره جدا وجاي كمان في فتره انت عارف الموسم اللي فات كان في فتره متوتره جدا ومشاحنات ما بين الاهلي والزمالك وبسبب المشاكل اللي مش عايزين يعني النادي بيراميدز والفلوس اللي اتدفعت وده صفقه الموسم وصفقه القرن يعني كان في مشاحنات كتير على حسين الشحات. كان عليه اي شاب في مكانه مش ممكن يتحمل. اكتر دايما بتبقى من الانديه الاخرى يعني في اتجاه النادي الاهلي عمره ما بيبتدي مشاحنات في الحقيقه. الاهلي بيشتغل ككيان وكلعيبه طبعا بيشتغلوا، بس الشحات رمضان صبحي اي لعيب بيقرا اللي بيحصل في السوشيال ميديا هو في مصر في الاخر يعني. مثلا احنا لو قلنا مثلا اللي بيحصل في مثلا يعني مع جاريث بيل مثلا، جاريث بيل ويلزي مثلا بيتقطع بس هو في الاخر بيقول لك انا ما اعرفش اسباني. فانا بالنسبه لي اكتبوا اللي تكتبوه انا مش حاسس، بس الصفاره يعرفها يعني الصفاره بتصفر عليه ده. لكن هو في الاخر ايه ممكن يتحمل اللي بيحصل في الملعب، انما ما بيقراش اللي بيحصل في الجرايد، ما بيقراش السوشيال ميديا بالاسباني، مش متابع. انما مثلا الشحات طبعا ابن بلد ومصري وعارف اللي بيتقري والناس زمايله بيوصلوا له، فهو كان مضغوط. هو الفتره الاخيره دي عرف يتحرر، خصوصا كمان بقى بعد ما الموسم خلص وخدنا بطوله الدوري، حقق اول بطوله مع الاهلي. عاش فتره اعداد من البدايه، انضم للمنتخب بقى من اللعيبه الدوليه. لا الشحات فاق كتير الفتره اللي فاتت، وطبعا رمضان صبحي طبعا ابتدى الريتم بتاعه يتصاعد. بطوله افريقيا 23 كانها كانت حتى من قبل البطوله مع النادي الاهلي كان عامل شغل كويس جدا رمضان، بس البطوله دي تحس ان هو يعني حتى الجمهور حتى الزملكاويه كله حب رمضان صبحي يعني. رمضان صبحي اللي كان قبل ظهر بشخصيه القائد قائد وشخصيه وروح في الملعب يعني. نتمنى طبعا ده هيفيد النادي الاهلي طبعا، وهيفيد المنتخب الاول الفتره الجايه، وهيفيد طبعا المنتخب الاولمبي في الدوره الاولمبيه في طوكيو 20. فاضل لنا دلوقتي احنا قلنا الشحات ورمضان وفي مجدي قفشه تمام، وبقى راس الحربه انا شايف مين بقى؟ انا شايف انه يعني عندك ثلاثه دلوقتي مروان ازارو اجايل. مروان لو انت ناوي تلعب على الكرات العرضيه يعني فاهم يعني، او ناوي طبعا او ناوي تعتمد عليه كمحطه عشان تخلي مثلا قفشه او الشحات ورمضان هم اللي يبقوا مهاجمين وهميين يجوا من ورا لقدام ويعملوا الهجمات الاختراقات او التسديدات من بعيد. ازارو طبعا ازارو ممكن يكون هيبقى في حاله ان انت عايزه يبقى هو اللي يعمل التحركات وعايز يعمل هو الاختراقات بنفسه، خصوصا ممكن ان هو يكون هيكون اسرع يعني انطلاقته بالكره ممكن تكون اسرع. ازارو في مباريات شمال افريقيا بيبقى مميز جدا في الحقيقه يعني احيانا يعني، بس هو يعني هو طبعا يعني مثلا هو كان حظه حلو على النجم الساحلي جاب فيهم هاتريك في ماتش بتاع 6-2. بالظبط ممكن تكون دي اعتبارات ممكن يكون بيفكر فيها مدير فني بالمناسبه يعني الله اعلم. ما احنا ممكن برضه نفكر يعني نقول كان وليد سليمان برضه وقتها كان جاب جون وليد سليمان في ماتش السته كان هدف. انا فاكره كان علي معلول وثلاثه ازارو ورامي ربيعه جون وهدف حمدي النجاس في مرمى. كان وليد تقريبا اشترك في الهدف ده. في هدف كده جابه يعني بطريقه لطيفه يعني. انا يعني لو كنا عايزين لو فايلر برضو بيفكر في الحاجات المعنويه انا شايف ان وليد سليمان ممكن يبقى ليه دور في الماتش دوت يعني جاب ثلاث اجوال. على حساب مين؟ قفشه بقى قفشه
قفش مع ان قفش برضه بيأدي بشكل جيد والله، مش تقليلا منه بس انت محتاج لعيب بخبره، هي حيره خبرة مميزه يعني لعيبه خبره المدير الفني، ما تلاقي كل ما شاء الله اللعيبه في مستواهم وماشيين بشكل جيد، فانت هتحتار مين اللي يلعب. وليس من كان دايما وجوده في الملعب بيبقى بيرهب الدفاع الفريق اللي معروف قوي في تونس، عارفين قدراته كويس جدا، فهيبقى وجوده مهم جدا يعني. طيب يعني انت بتقول المهاجم هيبقى على حسب فكر هو عايز يبقى تفنيشه الهجمه ازاي يعني، اما الاستراتيجيه بتاعته في المباراه هتبقى عامله ازاي يعني، تتوقعها ازاي؟ انا ممكن اعتمد اتوقع مروان محسن يعني، ده بالنسبه للمهاجم. لكن الاستراتيجيه نفسها انت من خلال قرايتك لمباراه مستر فايلر حتى الان مع النادي الاهلي، تتوقع في مباراه كبيره زي دي هل هيهاجم، هيبقى في استراتيجيه دفاعيه مفاجاه ممكن نتفاجئ بيها مع مستر فايلر، هيبقى في اتزان مثلا، انت تتوقع؟ اتوقع طبعا هيبقى النزعه الهجوميه اللي هتبقى موجوده للنادي الاهلي نزعه هجوميه، هتبقى في نزعه هجوميه، لكن مش هيبقى اللي هي ايه، مش هتسيب المساحات ورا مفتوحه يعني، دايما هيبقى في تعليمات بالتغطيه يعني، مثلا لو في اختراقات او يعني في انطلاقات مثلا من مجدي قفشه او حسين الشحات ورمضان، على طول يبقى في تعليمات من عمرو السوليه او من احمد فتحي بقى، سواء كان هو اللي هيبقى في الوسط او الباك رايت، ان هو يغطوا الاماكن ديت علشان ما يبقاش فيه هجمات مرتده. لكن اتوقع ان فايلر مش هيدي فرصه للنجم ان هو يضغطوك، لان النجم او الفرق شمال افريقيا لو ضغطوك في ملعبهم المباراه هتهرب مننا، صعب المباراه بتهرب مننا. تتوقع النتيجه ايه يعني؟ هي صعب التوقع، اتوقع بس يعني انا اتمنى فوز الاهلي مثلا، هو كلنا بنتمنى فوز الاهلي المصريين اكيد يعني، فوز الاهلي 1-0 يعني، لكن المباراه احنا الفتره الاخيره دي احنا بنشوف مباريات بتتقلب في دقائق، في دقيقتين يعني، حسب ظروف كل ماتش. بالظبط يعني، احنا مثلا شفنا كان في ماتش الرجاء والوداد في البطوله العربيه، ماتش في ارض الوداد، الوداد يعني متقدم 3-1 وكان كسبان الماتش الذهاب تقريبا 1-0 يعني، جابوا جونين والدنيا الماتش اتقلب والرجاء اتاهل في ارض على ارض الوداد، وامبارح كنا شايفين توتنهام مغلوب 2-0 خلص الماتش 4-2 ده هو ماتش ريال مدريد وباريس سان جيرمان 2-2 2-2 دقيقة 80 جون بقى 2-1 82 بقى تعادل. فالكره انت في ناس بيقول لك ايه، انا استنى اول 10 دقائق من المباراه وهعرف لك الماتش ماشي ازاي، لكن دلوقتي انت ممكن الماتش تبقى 80 دقيقه وتلاقي اخر 10 دقائق البطوله بتتغير، النتيجه بتتغير. فلامينجو خطف البطوله من ريفر بليت في اخر دقيقتين، كان مغلوب 1-0 كسب 2-1 بالظبط، فبقى صعب الايام ديت مع الكره الحديثه والريتم السريع ان انت تتوقع النتيجه. ضغط المباريات خلال الفتره اللي جايه يعني، ممكن ما نحسش بتاثر النادي الاهلي بخصوص ضغط المباريات في اول ماتشين ثلاثه، لكن تتوقع انه ممكن يتاثر بعد مرور الثلاث ماتشات مثلا يعني، انت ابتديت بمباراه الجونه بعديها باربع ايام على طول ماتش ايه النجم، على طول هتلاعب بني سويف، بعد كده تروح تلاعب الهلال، بعد الهلال المفروض على ما اتذكر الاسماعيلي، فماتشات كلها صعبه في عدد ايام قليل، هل ممكن الاهلي يتاثر بجزئيه زي دي؟ الاهلي كان ممكن يتاثر لو احنا في الموسم اللي فات يعني، في اصابات كتير، فانت اللعيبه الاساسيه بتاعتك يا دوبك على القد، ما الاصابات ممكن تيجي نتيجه الاجهاد وتوالي المباريات برضه، لكن ولا دلوقتي بقى طبيعي ان انت تلعب ماتش كل 3 4 ايام زي ما بنشوف في اوروبا يعني. هو ده الطبيعي يعني، هو الطبيعي يعني، الطبيعي ان احنا كنا نلعب ماتش كل اسبوع يعني، طبعا ده ومع كثره المؤجلات ده ما كانش الطبيعي، انما الطبيعي ان انت تلعب مباريات كتير. الذكاء المدرب ان هو يعرف يستغل المفاتيح اللي عنده كلها، كل العناصر الموجوده في القائمه، انت ما يكونش مثلا عندك 25 لعيب علشان بتعتمد على 11 او 14 لعيب بس، هم دول انت بتدفع رواتب وبتجهزهم وبتدربهم حوالي 25 لعيب 30 لعيب تمام، لازم كل دول تستغلهم، وهو ده اللي بيعمله حاليا فايلر، ان هو بيغير مره تلاقي بيلعب فتحي، مره بيلعب هاني، مره بيلعب عاشور، مره بيلعب السوليه، مره بيلعب اجاي، مره بيلعب ازارو، في تنوع، ما بيغيرش في كذا مركز في نفس المباراه، لكن هو بيغير من في مركز بين كل مباراه ومباراه علشان يبقى فيه كل اللعيبه جاهزه. فاعتقد ان ده هيكون له دور كبير قوي، ان اللعيبه دي كلها تبقى عايشه جو المباراه، جاهزه بدنيا، جاهزه فنيا، وبتعرف تطبق الاسلوب الخططي بتاعه، فبالتالي مع توالي المباريات، احنا عايزين توالي المباريات يعني، احنا مش عايزين، احنا كجمهور طبعا عايزين نشوف كل يوم، عايزين مباريات كل يوم يعني طبعا. وفريق كبير زي النادي الاهلي عشان بيشارك في بطولات على مستوى عالي ومطلوب منه ان هو ينافس فيها، مش مجرد ان هو بيشارك،
فلازم طبعا تكون لعبته متفوقه بدنيا، وده اعتقد دور الجهاز البدني اللي موجود في النادي الاهلي. ده شيء اكيد مهم، ونتمنى لهم يا رب باذن الله كل التوفيق في كل التحديات المختلفه سواء محليا او افريقيا. بالتحديد التحدي الافريقي جمهور النادي الاهلي منتظره بشكل كبير جدا. شايف ان باذن الله السنه دي الاهلي عنده المقاومات اللي تساعده على تحقيق اللقب باذن الله. يعني الاهلي مختلف فنيا، الاهلي قوي جوه الملعب، شخصيه الفريق اللي عايز يكسب، صاحب المبادره الهجوميه. الاهلي كان الفتره اللي فاتت سواء مع لاسارتي او الفتره اللي فاتت تحديدا مع لاسارتي كان تحس ان هو مش عايز يبقى صاحب المبادره الهجوميه، كان دايما بيدي فتره، كان بيأمن اكتر، فبالتالي بتدي للمنافس اللي قدامك ثقه ان هو يهاجمك ويضغط عليك، فبالتالي المباراه بتهرب منك. انت دلوقتي الاهلي سواء بقى في افريقيا او محليا هو بقى عنده شخصيه ان هو يهاجم، شخصيه ان هو يبتدي المباراه عايز يسجل الاول، عايز يمسك المباراه، عايز يخلي المباراه تهرب من الفريق اللي قدامه. واعتقد ان دي تفرق كتير مع النادي الاهلي. فعلا احنا بقالنا كتير ما شفناش الاهلي بالطريقه ديت، وهو يعني يمتلك حاليا العناصر اللي بتساعده على الاداء الهجومي والاداء الدفاعي كمان. يعني الاهلي متميز، اعتقد ان هو حاليا الاهلي مكتمل الصفوف. هل من المنطقي ان الاهلي يستمر على هذا المنوال، ولا اكيد هيبقى فيه لا قدر الله لا قدر الله يعني مستوى قل شويه كلام من ده؟ الموسم بيبقى طويل، انت عندك الموسم في مصر بيبقى ممكن يوصل ل 10 شهور شهر، ممكن يقعد سنتين، ممكن. فصعب ان انت في يعني بشر في الاخر، يعني طبعا ممكن تقع ماتش، لكن بطوله الدوري تحديدا بطوله النفس الطويل، يعني مفيش مشكله ان انت لو خسرت ماتش او اتنين، لكن انت في الاخر بتعرف تجمع اكبر عدد من النقط. الجولات الاولى من بطوله الدوري اللي احنا فيها دلوقتي دي قبل التعب وقبل الارهاق، اعتقد ان دي فتره جمع اكبر عدد من النقط، والاهلي لحد دلوقتي ماشي بالسياسه ديت ان هو بيجمع كل النقط اللي يقدر يجمعها من دون ما يخسر اي حاجه، تجنبا لايه للمطبات اللي في الجولات المتاخره بقى في حاله الارهاق، حاله الاصابات، حاله تولي المباريات. اعتقد ان الاهلي يعني بادي بدايه مثاليه في بطوله الدوري، وهنشوف بقى ماتش النجم، يعني اعتقد ان هي هترسم شكل المنافسه. تتوقع توجه مين او توهج مين من لعيبه النادي الاهلي في مباراه النجم؟ مين اللي هيبقى نجم المباراه؟ اتمنى رمضان صبحي، يعني رمضان صبحي. شايف طريقه تصرف مستر فايلر في التعامل مع رمضان ان هو ريحه مباراه الجونه ولعب تقريبا ربع ساعه على ما اتذكر يعني في المباراه دي، شايف ان ده كان قرار مناسب جدا عشان تريح رمضان لماتش النجم؟ طبعا، يعني رمضان بذل مجهود كبير جدا في بطوله افريقيا، كان عليه ضغوط نفسيه وضغوط بدنيه، يعني هو رمضان تقريبا لعب البطوله بالكامل، كل دقائق البطوله، تمام، كل البطوله ما شاء الله، كان عليه ضغوط بصفته الكابتن منتخب مصر بيلعب في وسط يعني منتخب اولمبي، احنا ما شفناش منتخب اولمبي بيلعب وسط 75,000 مشجع على تاريخ مصر، ما اعرفش يعني ما اعتقد ان هي حصلتش برده على مستوى العالم ان في منتخبات شباب او منتخبات اولمبيه بتلعب في الحشد الجماهيري دوت، فكان امر صائب يعني ان هو طبعا يريحه، خصوصا ان هو شايف ان بدايه المباراه ايجابيه للنادي الاهلي. الاهلي سيطر على المباراه، سجل هدف في اول ربع ساعه، الفريق الجونه ما كانش في قمه مستواه او قمه حالته، فما كانش في داعي ان هو كان يدخل رمضان صبحي، ممكن يكون نزله اخر ربع ساعه علشان يعيشوا تاني جو لعب الاهلي، يعني يعرف ينقله تاني ما بين لاعب المنتخب ولاعب الاهلي، ويبقى يكون جاهز لمباراه النجم الساحلي. اكيد نتمنى كل التوفيق باذن الله للنادي الاهلي ورمضان صبحي وكل اللاعبين ان شاء الله بشكل كامل. طيب بخلاف موضوع الاهلي، عايزين نتكلم شويه عن المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، والاثنين يعتبروا مرتبطين ببعض خلال الفتره اللي جايه، لان بعض التكهنات من دلوقتي الناس بتستنتج او تتوقع ان في عناصر المنتخب الاولمبي هتنضم مع كابتن حسام البدري، واسماء مختلفه بتقال في الصحف والمواقع المصريه. شايف ايه انت بخصوص الجزئيه دي، ومين الاقرب ان هو يكون موجود على حسب مستواه في التوقيت ده؟ لو مستواه مستمر بالشكل الجيد اللي انهى بيه بطوله افريقيا هيكون متواجد مع المنتخب الاول، تتوقع؟ هو بمناسبه اللعيبه اللي هتروح المنتخب الاول او لعيبه المنتخب الاول هتروح المنتخب الاولمبي، حاسس ان الموضوع يعني كانه مثير للجدل، يعني مع ان هو في الاول والاخر كلها منتخبات مصريه، وفي الاول والاخر ما اظنش ان في لعيب منتخب اولمبي هيعترض ان في لعيب كبير انضم للفريق، يعني ما
مش هيحصل مثلا ان احنا لو محمد صلاح انضم للمنتخب الاولمبي يطلع اي لعيب من المنتخب الاولمبي يقول لا انا احق يعني. هي التصريحات اللي اتقالت في بطوله افريقيا دي انا ليا راي ان هي كانت مجرد تصريحات حماسيه من اللعيبه. حماسيه طبعا. انت اصل الكلام ابتدى عن مين الثلاثي اللي يلعب في المنتخب الاولمبي قبل الماتش النهائي. يعني كلاعيبه شباب عندهم لسه سنهم ما يزيدش عن 23 سنه، فهم حسوا ان هو يا جماعه انتوا بتتكلموا عن الكبار اللي حقهم ان ما حدش يتكلم في التوقيت ده بالزبط. عن مين اللي هينضم، لكن برضه في نفس الوقت هم مش حقهم ان هم يقرروا مين يبقى معاهم. يقرروا بس هم اتسالوا يعني. هو يعني ما فيش لعيب اعتقد ان هو طلع بره بذكاء اكبر من كده. ذكاء اكبر بس يعني نقدر نقول ان هم قله خبره طبعًا. وهم في الاول والاخر كله هيتقبل قرار طبعا شوقي غريب. بالنسبه للعيبه اللي تروح المنتخب الاولمبي للمنتخب الاول، ما اعتقدش يعني ان كابتن حسام البدري هيعمل تغييرات كبيره يعني في الـ في الـ في الـ في يعني القائمة. ممكن يضم كم عنصر مثلا؟ يعني ممكن يضم عنصر هجوم مهاجم. احنا عندنا استنى بس انت بتقولي ما اعتقدش ان كابتن حسام البدري هيعمل تغييرات كبيره في قائمه المنتخب حتى بعد الماتشين اللي فاتوا دول؟ ما اصل الماتشين اللي فاتوا انت مثلا انت كنت خسران محمد صلاح مثلا. محمد صلاح دي كانت قوه كبيره ممكن بس يكون، بس دي حاجه تعبنا احنا على فكره كمنتخب، ان انت عشان خسرت نجم طبعا كبير زي محمد صلاح فانت تتاثر بغياب محمد صلاح. البرتغال لما ميسي رونالدو ما بيلعبش بتكسب، الارجنتين لما ميسي ما بيلعبش بيكسبوا برده ما فيش مشكله يعني. بالظبط. بس انا عايز اقول لك على حاجه يعني. احنا دايما منتخب مصر دايما بيجي في التصفيات تحس ان هو بيعرج يعني. احنا دايما كده دايما ليه طيب؟ ما تعرفش احنا بنحب البطولات المجمعه يعني. حتى المنتخب الاولمبي قبل بطوله افريقيا في المباريات الوديه اللي كان لعبها كنا وحشين جدا. احنا ما كناش متوقعين كنا نقول يا لهوي بص الكاميرون فيها كام محترف، بص نيجيريا، بص مالي، ده احنا يا رب نعدي من الدور الاول. احنا بنيجي في البطولات المجمعه بتلاقينا بنخش حاله البطل. فانا ما اعتقدش ان هيبقى في تغييرات كبيره على مستوى المنتخب الاول. هو طبعا رمضان صبحي وجوده اساسي، هو اصلا مش غريب عن المنتخب الاول، هيرجع تاني للمنتخب الاول. هو كان غاب الفتره اللي فاتت هيرجع تاني. طبعا مصطفى محمد هيبقى موجود اعتقد. طبعا في خط الدفاع الكلام كله بيتكلم على اسامه جلال. لاعب مميز بالظبط. بيكهام برضو ممكن يكون يعني. هي دي المراكز يعني. انما المنتخب الاول نقدر نقول هو في حاله عدم توفيق حصلت ليه الماتش اللي فات الماتشين اللي فاتوا طبعا، زائد مع بدايه كابتن حسام البدري كلها كانت كل الظروف عكس وغياب محمد صلاح. هو في ظروف كمان خلقها الجهاز الفني بصراحه، عشان نتكلم بصراحه الجهاز الفني شرط الكابتنه وبعض الامور الاخرى على ما اتذكر. كان ايه تاني؟ كان في مشكله تانية ازمه موضوع بيراميدز لعيبه البيراميدز برضو لعيب يعني لعيبه مؤثره يعني. فهي يعني ما نقدرش نظلم اللعيبه بتاعه المنتخب الاول في الفتره ديت. وان شاء الله يعني احنا اتعودنا يعني. انا بالنسبه لي احنا مرينا بالمواقف دي قبل كده كتير جدا. مع التصفيات دايما كنا بنتعود ان هي تبقى تصفيات كاس عالم، انما تصفيات بطوله افريقيا دي مش للدرجه دي. بس ان شاء الله احنا جبنا 3 بطولات ورا بعض بسبب التصفيات. ظروف استثنائيه يعني. كانش في دوري، ما كانش في فاهم يعني. كانت اللعيبه وقتها يعني يا دوبك هي بتلعب مع المنتخب يعني. انت بتبقى قاعده بتتمرن مع النادي وتيجي تلعب مع المنتخب. اعتقد الدنيا تبقى لا يعني الدنيا ظروف مختلفه، واعتقد ان شاء الله هتتلم يعني من هنا لمارس الدنيا هتتظبط يعني. طيب عايز اتكلم معاك عالميا سريعا كده في دقيقه. امبارح رايك ايه في الماتشات واهم ماتش من وجهه نظرك؟ والنهارده كمان في ماتشات مهمه جدا ابرزهم بورشيا دورتموند وبرشلونه، مباراه رقم 700 لميسي مع برشلونه، وفي كمان مباراه ليفربول ونابولي. النهارده هو بالنسبه لامبارح يعني عايز اقول لك ان رغم ان كان في ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وشختار، بس كانت الناس بتتفرج على توتنهام عشان مورينيو اولمبياكوس يعني. مورينيو بيعطي حاله اهميه، بيضاعف من اهميه النادي اعلاميا طبعا 10 مرات يعني. مورينيو في اول حي الولد اللي جمع الكره ادى الكره بسرعه للاعب اعتقد اوريه اللي لعب برامي التماس وهدف احرزه الهدف الاول يعني او الهدف الثاني ولا الاول؟ كان الاول كانت مورينيو عموما يعني في اول مباراه ليه كان قدام وستهام في صوره كده اتصورت ان مورينيو هو واقف على المنطقه الفنيه قبل ما المباراه تبتدي. كان في حوالي مثلا 100 مصور 50 على يمينه 50 على شماله عشان يصوروا اول صوره لمورينيو في اول مباراه امبارح. فهو دايما هو شخص مثير للجدل خارج الملعب ومثير للجدل في المباريات يعني. امبارح خسران 2-0 على ملعبك، عرف يحول النتيجه 4-2. خطف الاضواء من ريال مدريد وباريس سان جيرمان اللي كانت برضو مباراه مثيره. لكن هو وجوده بيضاعف من اهميه اي فريق واي مباراه.
طيب مباراه النهارده، مباراه النهارده برضو في زي ما انت قلت مباراه رقم 700 لميسي، وكل الصحف الاسبانيه والعالميه بتتكلم خلاص بتهيئ الجو ان ميسي هيستلم الكره الذهبيه السادسة يوم الاثنين. في كلام انه فرانس فوتبول، وان هو خلاص اتصور وانت عارف الكلام واللقاء والكلام دوت. النهارده برضه هيبقى المباراه الرقميه ليورجن كلوب على مستوى ادارته للمباريات على دوري ابطال اوروبا رقميه، فتبقى برضه مباراه مهمه مميزه بالنسبه له. اتمنى ان هو يلعب نسبه كبيره، اعتقد ان هو هيلعب، اعتقد ان هو يلعب، بس يعني اتمنى ان هو ما يكونش فيه مخاطره بمحمد صلاح. اكيد اكيد ان شاء الله، نتمنى كل التوفيق لكل نجومنا المصريين بالخارج، ونتمنى كل التوفيق اكيد لمنتخباتنا المصريه وللاهلي تحديدا قبل 48 ساعه من مباراه مهمه جدا مع النجم الساحلي. ان شاء الله نكون موفقين فيها. استاذ عمرو، نورتنا وشرفتنا، وكنت سعيد جدا بتواجدك معنا النهارده. شكرا يا امير، وشكرا لاستضافتكم، وبالتوفيق للنادي الاهلي قدام النجم. ان شاء الله تبقى بدايه كويسه في بطوله افريقيا ان شاء الله باذن الله. استاذ عمرو محي، الناقد الرياضي باخبار الرياضه، كان ضيفنا العزيز في حلقه كلام في الميديا النهارده. دي كانت حلقتنا، بكره حلقه مهمه اخرى من كلام في الميديا باذن الله تعالى. الى اللقاء.